مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير، وفي هذه الجولة الصباحية هنا بشوارع المدينة باش نشوفوا ونتعرفوا على الأجواء الصباحية هنا في عاصمة سوس. إخواني الكرام، كما كنشوفوا فالأجواء جد عادية هنا بمدينة أكادير في هذا الجولة الصباحية. كما كتشوفوا معنا يعني المقاهي وأيضا بعض المحلات التجارية الخاصة ببيع الأكلات السريعة، يعني باقي كاين اللي فاتح وكاين اللي باقي الله كيستعد باش أنه يستأنف اليوم ديالو العمل ديالو. كما كتشوفوا إخواني الكرام، الأجواء ولله الحمد بدأت تدب والحياة بدأت تدب بدواليب يعني شوارع المدينة ولله الحمد. كنت منه خير إن شاء الله في قادم من الأيام إن شاء الله. فتحية لكل المواطنين الذين يحافظون على الأمن الصحي ديالهم، أيضا تحية لكل المتتبعين الأوفياء أينما كانوا سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. نحييكم عاليا إخواني الكرام ونقول لكم أسعد الله صباحكم باليمن والبركات إخواني الكرام. كتشوفوا فالاغلب المحلات التجاريه هنا مازال سادين الابواب ديالهم، يعني ربما اليوم يوم احد ويوم عطله، يعني الناس ما كيفيقوش بكري هنا في هذه المنطقه، وبالتالي حتى اصحاب المحلات التجاريه فيرتاحوا باش انهم ما يستأنفوش العمل ديالهم في هذا الوقت المبكر من الصباح. اخواني الكرام، يعني كنتمنى من الله تعالى وبركته يعني ان يرفع عنا هذا البلاء في اقرب وقت ممكن، وترجع يعني الحياه للسالف العهد ديالها ان شاء الله. هذا الشيء اللي كنتمناو اخواني الكرام. كما كتشوفوا اخواني الكرام، فكما قلت لكم يعني اغلب المحلات مازال محلين في هذه المنطقه اللي هي كتعد احدى المناطق التي تدب فيها الحياه، احدى المناطق التي تعرف واحد الحركه واحد رواج كبير. يعني كما كتشوفوا فالساكنه المحليه لا زالت يعني ربما في المنازل ديالها نائمه في هذا الوقت المبكر، الناس يعني ما خارجينش نهائيا يعني الا بعض التجار اللي يعني كيحاولوا انهم يقدوا المحلات التجاريه ديالهم، يقدوا يصطفوا الكراسي يعني ان شاء الله يستأنفوا العمل ديالهم. وكنتمنى لجميع المغاربه يوم سعيد ونهايه اسبوع موفقه للجميع. فتحية لكل المتتبعين الأوفياء أينما كانوا سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، نحييهم عاليا. صراحة من بين الأمور المشمئزة هي هاد الأزبال يعني اللي كاينة هنا إخواني الكرام. صراحة يعني هاد الشيء يعني ما كيشرفش بتاتا مدينة أكادير وحي مثل هذا الحي اللي هو حي السلام. أنتم كما كتشوفوا يعني أزبال في كل مكان مع الأسف الشديد. انتما إخواني الكرام، يعني المحلات باقي سادين إلا أن الأمور يعني انتما أزبال في كل مكان مع الأسف الشديد. هذا الشيء صراحة ما كيبشرش بالخير. كنتمنى يعني أن الناس تقوم بالواجب ديالها أجل أنها تحيد يعني
هذه الزبالة اللي كاينة في هذا الممر. كتشوفوا فالشوارع لا زالت خالية على عروشها، المواطنين يعني مازال ما خارجينش نهائيا، رغم يعني هاد القرارات ديال استئناف مجموعة من الأنشطة اللي من بينها يعني المقاهي والمطاعم وأيضا المتاجر بمختلف أنواعها. كما كتشوفوا فالشوارع خالية تماما، صراحة أمور يعني جد عادية هنا في مدينة أكادير وفي هذه المنطقة اللي هي منطقة السلام. إخواني الكرام، سعد اكيد يا اخي في هذه الحالات اللي شرنا لهذه الازبال فهي ما كتشرفش يعني بتاتا يعني هذه المنطقه ومدينه اكادير بالخصوص، اللي هي واحد مدينه سياحيه، مدينه يعني خاصها تكون فيها النظافه، لان يعني هذا فصل الصيف غادي يكونوا يعني زوار كثار بمدينه اكادير اللي كتعتمد يعني على السياحه الداخليه فهاد الفترة الحساسة اللي هي فترة كورونا، وأيضا حتى أيضا يعني الشوارع خاص يعني تعطاها واحد العناية فائقة من طرف المجالس المنتخبة. كما كتشوفوا إخواني الكرام فالشوارع خالية تماما من المواطنين، خالية من أي شخص. يعني اليوم يوم أحد ويوم عطلة كما أشرت لذلك، فالمواطن أكادير والمواطن السوسي يعني ما كيفيقش بكري نهائيا. كنتمنى إن شاء الله أن الأمور ترجع لسالف العهد ديالها، وأيضا الله يحفظ يعني بلدنا من كل داء وسقم ان شاء الله، ونتجاوز هذه المحنة باقل الخسائر. اخواني الكرام، هادشي اللي كنتمناو بطبيعة الحال، وكنتمنى ايضا من كافة المواطنين انهم يزيدوا في الالتزام ديالهم، يزيدوا في التضحية ديالهم من اجل لحمة الوطن ومن اجل المصلحة العليا للوطن ان شاء الله، حتى نتجاوز هذه الفترة العصيبة بأقل الخسائر. إخواني الكرام، كما كتشوفوا Thank you.
هكذا إذن إخواني الكرام، هي الأجواء العامة هنا بشوارع العاصمة السوسية أجواء عادية جدا. الأمور بدأت تعود لسالف عادها. كنت أتمنى إن شاء الله أن الحياة ترجع لما كانت عليه من قبل إن شاء الله، ونتجاوز هذا الوباء بأقل الخسائر، وهذا الشيء اللي كنت أتمناه إن شاء الله. فتحية لكل المتتبعين الأوفياء على الوفاء ديالهم الدائم لقناة شوف تي في، فقط من خلال هذا اللايف المباشر يعني حاولنا أننا نقربكم أكثر من الصورة هنا بعاصمة سوس بشوارع المدينة. إن شاء الله كنتمنى لكم يوم سعيد، وكنتمنى أيضا أن المواطن يلتزم بالاحتياط ديالو، يدير يعني الكمامات ديالو، ويلتزم بقواعد السلامة الصحية، لأن الوباء لا زال يعني قائم بيننا. وبالتالي فكما كتشوفوا فمجموعة من الحالات كتزاد يوم بعد يوم، وبالتالي فالمغرب يعني مازال ما تجاوز هذه المرحلة، مازال ما يعني ما انتهينا من هذا الوباء. وكنتمنى ان شاء الله انكم يعني تكونوا حذرين يعني حتى تحموا نفسكم وتحموا اهلكم من هذا الوباء الفتاك. هذا الشيء اللي كنتمناه ان شاء الله اخواني الكرام. فتحيه لكل الاوفياء اينما كانوا، ونقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فرصه قادمه مع لايف جديد و موضوع جديد إن شاء الله إخواني الكرام.